أول شيء أنا بأسف إنه يكون اليوم الإعلام العربي أو الإعلام الأجنبي عم بيشوف هذه المشاهد اللي اللبنانيين حابين كثير إنهم كانوا ينسوها. ومن الطبيعي اليوم حسب الله وأمل إنه يدعوا إنه العناصر الهوية اللبنانية هي اللي تعدد عليهم. هذا الكلام مش صحيح. حسب الله عم بيمارس فائض من القوة والكل بيعرف هذا الشيء. بآخر فترة كان عم يجرب إذا بدكم يقضي على آخر معاقل إذا بدك مظاهر الدولة اللبنانية وهي القضاء اللبناني. يعني قاضي البطار عم يجرب إنه يحقق بأفظع وأبشع جريمة شهادة العصر بلبنان وهي جريمة المرفأ. وبالتالي كان في موقف واضح للقوات اللبنانية بأنه يجب إلا العدالة أن تأخذ مجراها. والتعبئة اللي كانت عم تصير كانت هذه التعبئة للشارع كانت عم تصير من مناصري حزب الله ومن مناصري حركة أمل. وهذا الشيء موثق بالصوت وبالحضور وبكل التصاريح اللي كانت عم تصير. لكن سيدة جعجع اسمح لي، يعني الكثير من القوى السياسية وقفت من قضية انفجار المرفأ، نفس موقفكم، لكن لماذا هذا الاتهام من حزب الله لشخصكم للقوات اللبنانية تحديدا؟ الصوت غير واضح، ما عم بسمع الصوت. سألت حضرتك أنه القوى السياسية أو يعني بعضها يقف نفس موقفكم من قضية انفجار المرفأ تقريبا، لكن هذا الاتهام أتى صراحة من حزب الله للقوات اللبنانية بمسؤوليته عن أحداث اليوم. يستطيع حزب الله أن يقول ما يقوله، ولكن الواقع على الأرض والأشرطة والصور تؤكد أن جماعة حزب الله دخلوا إلى منطقة الشيح ومنطقة الطيوني وبدأوا بالاعتداء على الآمنين من الناس هناك، بداية بالأحجار وبعدها بإطلاق النار. ومن ثم بدأت الأحداث تأخذ منحى آخر، وقيادة القوات اللبنانية قامت بكل اتصالاتها مع الجيش اللبناني طالبة منه أن يأخذ التدابير الصارمة بحق أي مواطن يحمل سلاح، هذا السلاح المتفلت بين الأيادي الذي طالما كنا نطالب دائما بأن يكون السلاح بيد الجيش اللبناني والقوى الأمنية حتى لا نصل إلى هذا المشهد الذي يراه العالم اليوم عن لبنان. وبالتالي حزب الله بالطبع حتى يشيل الموضوع، لأن الأمور أخذت منحى خطير ودقيق جدا ومفاجئ لهم. هم الذين يتصرفون في هذا البلاد وكأن لديهم فائض من القوى يستطيعون أن يفعلون ما يشاءون، ولكن الأمور اليوم على الأرض تبينت أن لا، هنالك شعب لديه كرامة يرفض منطق حزب الله بالسيطرة والهيمنة على آخر معاقل الدولة اللبنانية وهي القضاء الذي يحقق بأبشع جريمة شهدها العصر. وبالتالي طيب، القوات اللبنانية طلبت من الجيش اللبناني والقوى الأمنية أن تأخذ كل التدابير اللازمة لوقف هذه المظاهر بلبنان حفاظا على السلم الأهلي. طيب سأتي على ذكر هذه النقطة مع حضرتك سيدة جعجع، لكن ما مصلحة حزب الله أن يتهمكم هذا الاتهام الآن حتى قبل أن تنتهي التحقيقات فيما حدث؟ برأيك من يريد أن يتهم حزب الله في الشارع؟ الكل يعرف أن القوات اللبنانية هي حزب متماسك، هو ابن الشارع، هو ابن الناس، هو يدافع عن قضايا محقة ويقف بقوة بوجه حزب الله ومشروعه السياسي في لبنان. ليس هنالك أي فريق مسيحي، للأسف علي أن أقول ذلك، ليس هنالك أي فريق مسيحي في وجه مشروع حزب الله وهيمنته على الدولة اللبنانية إلا نحن. فالفريق المسيحي الآخر هو فريق متحالف مع حزب الله وموافق على سياسته في لبنان، ولكن نحن لن نقبل لا اليوم ولا غدا ولا بعد غد بأن يسيطر حزب الله على القرار السياسي في لبنان وأن يهيمن على الساحة السياسية في لبنان وأن يهدد الناس في يومياتهم وفي حياتهم اليومية. هم لديهم شارع ونحن أيضا لدينا شارع، هم يريدون منطقة حوار نحن نتحاور معهم من أجل قيام الدولة في لبنان، هم لا يريدون قيام الدولة في لبنان، نحن لن نسمح لهم بأن يسيطروا على لبنان. طيب سيدة جعجع، بمعنى ماذا هم لديهم شارع والقوات اللبنانية لديها شارع؟ وأريد أن أعرف من حضرتك أيضا إن كان هناك رد رسمي واضح من القوات اللبنانية على هذا الاتهام غير ما تبعناه طبعا.
بالحقيقة منذ قليل ناشد رئيس حزب القوات اللبنانية كل رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ووزيري الدفاع والداخلية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه المظاهر ورفض المسلحين في الشوارع والحفاظ على السلم الأهلي في لبنان، لأنه لم يعد لدينا في لبنان إلا منطقة الحوار وليس منطقة الاستقواء بالسلاح على الفرقاء الآخرين في لبنان. وهذا من جهة، ومن جهة ثانية أؤكد لك أن قيادة القوات اللبنانية قامت بكل الاتصالات الأمنية مع الأجهزة الأمنية لاتخاذ التدابير بكل مواطن يملك سلاحا في الشارع كان كائنا من كان، إن كان من الجهة التي تعتبر تابعة للقوات اللبنانية أو من الجهة الأخرى. وحتى يتبين بأن المعتدين على المناطق المسيحية، وعفوا أنا مضطرة أن أستعمل هذا التعبير لأنكم أنتم في مصر لا تستعملون هذه التعابير، ولكن في لبنان هي مطروحة هكذا. في لبنان هم من قاموا بالاعتداء على المناطق المسيحيين، هم من أطلقوا النار على المناطق المسيحية، وبالتالي كان هنالك ثورة شعبية ردت على هذا الهجوم إلى ووصلت الأمور إلى ما وصلت إليه حتى الساعة في لبنان. ما الذي تخشى منه القوات اللبنانية سيدة أنطوانيت بعد هذه الاتهامات المباشرة والصريحة لحزب الله بأنكم المسؤولون عما جرى اليوم؟ بالحقيقة نحن بمواجهة مستمرة منذ 2005 حتى هذه اللحظة مع حزب الله ومشروعه السياسي في لبنان. أنتم تعرفون أن حزب الله يعتبر لبنان جزء من معركته الكبرى، هذه المعركة التي تسمح له بأن يذهب إلى اليمن، أن يذهب إلى سوريا، أن يذهب إلى العراق وإلى مناطق أخرى في العالم العربي، وأن يقوم بأعمال إرهابية في كل المنطقة العربية. لبنان بالنسبة له ليس وطنا، لبنان بالنسبة له هو ممر، هو ليس وطن يحترمون سيادته ويحترمون جيشه ويحترمون قواده الأمنية. نحن كقوات لبنانية مستمرين في الدفاع عن منطقة الدولة في لبنان، ونطالب من خلال شاشاتكم الأجهزة الأمنية في لبنان بأن تقوم بكل واجباتها تجاه ما يحصل في لبنان حتى يبقى للدولة اللبنانية جزء من بعض هيبتها في لبنان. ونحن مستمرون بنضالنا السياسي ضد مشروع حزب الله في لبنان، ولن نسمح له بأن يسيطر على لبنان الدولة. طيب سيدة أنطوانيت، يعني بحسب ما جاء على لسان سمير جعجع أن السبب الرئيسي لهذه الأحداث هو السلاح المتفلت الذي يهدد المواطنين في لبنان، وأريد أن أعرف من حضرتك الآن إن كان سيكون هناك خطوات بهذا الاتجاه من قبل القوات اللبنانية. طبعا عفوا أنا لم أسمع السؤال، كما قلت لك الصوت ليس واضحا وأنا لا أسمع جيدا. سأحاول أن أعيد السؤال بصوت أعلى. سيدة أنطوانيت، رئيس حزب القوات اللبنانية صرح بأنه لهذه الأحداث أو السبب الرئيسي وراءها هو السلاح المتفلت الذي يهدد المواطنين في لبنان، وحضرتك ذكرت الآن أن معركتكم ضد حزب الله مستمرة. أريد أن أعرف إن كان هناك خطوات ستقومون بها في قادم الأيام بهذا الاتجاه. ليس لدينا خطوات إلا خطوة واحدة، هي أن كما قلت لك أن القوات اللبنانية، قيادة القوات اللبنانية مراهنة على الجيش اللبناني والقوى الأمنية أن تضبط ما يجري في الشارع. هذه الخطوة الأساسية التي علينا القيام بها، ودعوة القوى السياسية كما قلت لك رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ورئيس ووزير الدفاع ووزير الداخلية القيام بواجباتهم في هذه المسألة. هذه الخطوة هي الأساسية اليوم للخروج من هذا المأزق الذي وضعنا فيه حزب الله اليوم، وأرعب الناس في بيوتهم وأرعب الأطفال في مدارسهم، ويحاول أن يهيمن أكثر فأكثر على مسألة القضاء في لبنان، لأنه لا يريد أن يصل التحقيق في مسألة المرفأ إلى أي نتيجة. فنحن نطالب الأجهزة الأمنية من جديد أن تقوم بواجباتها في هذه المسألة، لأن هذه الخطوة هي الخطوة المطلوبة من القوات اللبنانية والتي نعتبرها أساسية ومطلوبة جدا في هذه المرحلة. شكرا جزيلا، كنت معنا سيدة أنطوانيت جعجع مدير المكتب الإعلامي لرئيس حزب القوات اللبنانية.